انت كحكومه عندك فلوس واش ما ترصاتش واش هذا المشكل ديال الجنود غايجيو لينا الرباط وحنا في زمان ديال الفيسبوك وتولي كتضعف القضيه الوطنيه وكتشكك الناس عرفتي كنفرعوا القضيه الصحراء المغربيه يعني انتوما في الصحراء من تنفى محمد الخامس علماءكم في الصحراء الغور الاحتفالات والله حزنا وكاين بزاف الناس اللي حيه اليوم اللي كانت قصر الصلاه اللي ضرب في الجزائر الهاجس ديالو هو الحرب وي زوار ابو كعبدي مرحبا بكم في هذه الحلقه الحواريه نقف من خلالها في ثلاثه محطات بارزه الاولى المشهد المروع المشهد المروع الذي يندى له الجبين ايادي جزائريه تقتل مغاربة عزل لا يحملون لا حجارة ولا أي سلاح محطتنا الثانية نقاش أو لا عدد من المصادر تتحدث عن زيارة مرتقبة للمبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة ديمستورا سيزور المنطقة وضمن هذه الحلقة نقف عند صفحات ومحطات ومعطيات بخصوص الصحراء المغربية كل هذه المحطات نتناولها مع ضيفنا الكريم احد اعيان الصحراء المغربيه الحسن الدرهم سي حسن مرحبا بك الله يبارك فيك شكرا شكرا جزيلا كبير هذا بارك الله فيك الله يطول عمرك سي حسن نبداو من هذا الحدث هذا المؤلم ربما تابعتي عدد من المصادر وانا غنقول لك ونذكر حتى بعد زوار الموقع اللي ما عندوش معطيات تصور ثلاثه ديال الشباب مغاربه في رحله حرام. سياحيه عاديه في البحر وعندهم وليداتهم مغاربه ما عندهم سلاح ما عندهم حتى شي حاجه تصور كيجي واحد الزودياك كما قالت الاخت ديال احد الفقيدين كيدفعوه كيطيح منين كيطيح واحد الولد جوج اخرين عادي غيهربوا هذوك اللي هربوا تيروا فيهم وقتلوهم من اللور بثلاثه قتلوا جوج وواحد باقا معتقلينه غنسولك سؤال مباشر سي حسن بحكم انت يعني ولد المنطقه مزيان تما وقريب من دوك شنو دلالات ديال دوله على سلطة فيها فاتئة في كل مناسبة كتضد اليد الممدودة ونطويو ونبنيو انت في وقت انت كتمد يد بغينا نبنيو ويد الاخوة واحد كيجاوبك بالرصاص وبالقرطاس ويقتل لك واحد عزل شنو الدلالات؟ حقيقة هذا حدث مؤسف ومؤسف جدا حدث يندله الجبين التصرف لا انساني ولا اسلامي في الوقت اللي الدين والتسامح الدين كيدعينا عقيدتنا الاسلاميه اللي مبنيه على احترام غير على التكافل بيناتنا وعلى هذا الشيء والجوار حسن الجوار وعار الجار على الجار الوقت اللي سيدنا الله ينصره في مختلف الخطابات ديالو اخر خطاب يده دائما كانت ممدوده وما زالت ممدوده المغرب دائما يجنح الى السلم ويريد السلم ويريد الاخوه ويريد بناء مغرب عربي حقيقي في الحقيقه هذا الشيء اللي وقع للاخوان شيء مؤسف شباب في ريعان شبابهم باش يتعرضوا لهذه الطريقه باش يقتلوهم حرام هناك طرق كثيره باش يقدروا يعتقلوا هاد الاخوان افترضوا كاع واحد الانسان دخل المياهك تشعروا تماما تجاوزا تعتقلوا تعطيه بريافي ولكن بهذه الطريقه هذه تجي تقتلهم هاد الناس سامحهم الله فلسفه هذا العسكر ديال الجزائر ولا اتكلم على الشعب الجزائري حاشا ولكن لا تتكلم على الشعب الجزائري انت ماشي ضد الشعب الجزائري ابدا حاشا الشعب شعب خونا وخوتنا ومتفقين معاهم على كل شيء ولكن العسكر هذه فلسفه الحرب الحرب هي الهاجس ديالهم كيامنوا بهذا الحرب هذا النظام في الجزائر الهاجس ديالو هو الحرب وي هذا ما هو من اليوم هذا مازال فيه مخبار حرب 63 اللي ما بغات بالنسبه لهم تطفى حرب الرمال حرب الرمال 1963 وحنا بالنسبه لنا هذاك حدث داز وداز جاو اجيال اخرى وجاو حاكمين جدد شنو هما هاد الاخوان اللي مشوا ضحيه ديال هاد العداوه وهاد التصرف لا انساني وهاد التصرف الهمجي بالنسبه لنا شيء حقا كنستنكره وكيستنكره كل مسلم مولانا يستنكر دنا ولهذا سامحهم الله وهذه ما هي هذا ما تقرص من اسم الحكومه المغربيه سئل في مؤتمر صحفي على هذه الواقعه فكان رده هذا شي حاجه بيد القضاء اسكت السؤال اللي طرحتيه يا سي شاكير هذا عاده هذا من القضايا اللي من اختصاص السلطه القضائيه يعني كيف كيجيك يعني معروف التوتر بين المغرب والجزائر سلطه كتقتل لك جوج المغاربه بالقرطاس هكا العزل وواحد في الحبس وناطق رئيس الحكومه تيقول هذا ميفرا بيد القضاء
تعليقكم السي حسن على هذا النوع من الجواب؟ شنو نقول لك؟ ماني عبد قال الجواب اللي نجاوبك به يغار بعد الملف، الملف ناس ماتت وناس وقع في هذاك، على الاقل يستنكر، على الاقل لما كان واجبنا خصنا نستنكروا هذا النوع. واي مسلم ولا يستنكر هذا النوع، خصنا الادانه، ادانه حقيقيه. واظن ان السيد الناطق الرسمي باسم الحكومه خص الحكومه الدين هذا العمل، ما قدرش يدين. ايوا لا اله الا الله. صمت الاحزاب سي حسن اليوم، الاحزاب المغربيه كذلك، ما جريمه نكراء، كيف سر صمت نفسي احزاب حنا عارفين الاحزاب غياب، عندنا غياب تام الاحزاب السياسيه في المغرب، وهذا شيء مؤسف. كان خصهم يتفاعلوا مع هذه القضيه هذه، على الاقل يبدوا رايهم، يستنكروا، يديروا بلاغ، يستنكروا في هذا. كيفاش كتفسر صمتهم؟ واش ما عندهمش معطيات؟ واش كيتسناو سفاره؟ واش شنو ولا افلاس؟ شنو كتعني حدث بحال هذا اللي المشاعر المغاربه اهتزت، والاحزاب اللي هي كتاثر المواطنين وهي المعبر ساكته؟ حقيقه شيء مؤسف، لا يمكن الى ان نتاسفوا على هذا النوع ونستنكروا هذا النوع من هذه الاعمال هذه ديال الاحزاب السياسيه اللي حقيقه تتحمل مسؤوليتها كامله. ويعودوا ناس ناضجين يعودوا يتكلموا بما يقع، ماشي تسناو حتى ينقال لهم عاد يقولوا. هذا الشيء ماشي طبيعي ولا ليس ببديهي بتاتا. سي حسن، قلتي عقيده الجزائر هي الحرب، وان الحرب هي برنامج اليوم ديال الحاكمون في الجزائر، والبرنامج هو العاده. سؤال انا نسولك انت بحكم تجربتك التاريخيه وقربك من الملف وقربك من، فاعتقادك لماذا هذا النزوع عند حكام الجزائر نحو معاداه المغرب والتوجه نحو الحرب؟ شنو هي الدوافع اللي عند الجزائر؟ لماذا الجزائر موصل؟ علاش ما بغاش تمشي في اتجاه ديال علاقات اخويه مع المغرب وكل الظروف مواتيه وممكن نبنيو نهضه يستافدوا منها الشعبين؟ لماذا حاكم الجزائر مصرون على التصعيد مع المغرب والحرب؟ ان هذا المشكل الاساسي، وكيف كنعرفوا الجزائر كامل عندنا مشاكل مع الجزائر. هما بالنسبه للحكام الجزائريين، اولا الحرب ديال 63 اللي ما بغاتش، ما عندهم مازال توفى، بالنسبه لنا شيء داز والتاريخ وما عندنا اشكال. عندنا مشكل ديال الصحراء. الجزائر اليوم سامحهم الله اطماعهم في الصحراء بات شيء واضح، وهذا شيء احنا ما نقدروا نقبلوه. الصحراء من نهار خلقنا احنا وخلقوا جدودنا كانت دائما مغربيه، والتاريخ راه بين هذا الشيء كامل، وسوف ندير لك التواريخ ديال البيعات. مزيان، الصحراء مغربيه ماشي من دريك، من سابق مولاي اول مؤسس الدوله العلويه الشريفه مولاي اسماعيل، سابقوا من المرابطين اللي جينا نتكلموا. الصحراء الا شفت ذاك التواريخ ديالها وشفت التاريخ اللي مرت منه الصحراء والمعاهدات واللي وقعت، شيء اللي كيبين جليا ان الصحراء لم تكن يوما الا مغربيه. والمعاهدات، لا المعاهده ديال الخزيرات ولا المعاهده ديال مدريد اللي غادي نتكلموا عليهم كذلك، هذه كامل مسائل. بحالاش غتجي المعطيات البيعات اللي كاين عندك مثلا؟ بحالاش الصحراء؟ شوف الصحراء، الى جينا نتكلموا على الصحراء اللي نبداو نتكلموا عليها من بدء الدوله العلويه، برئاسه مؤسس الدوله العلويه مولاي اسماعيل ابن الشريف علي دفين مراكش، وزوجته خناته بنت بكار، هذه الزوجة والام والجده للسلاطين المغربية، امرأة صحراوية شنقيطية، سفيرة، وزيرة، تاريخ راه عطى عليها الشيء الكثير. هذه راه انت معها من الاقاليم الجنوبية من تحت. كنمشوا لبيعة السلطان مولاي الحسن الأول واللي كانت حاضرة فيها 34 شخصية، منهم جدي أنا اللي نتكلم معك. والوثيقة البيعة راهي عندنا موجودة في الصحراء سنة 1882. نمشوا لبيعة مولاي عبد العزيز 1894، هذا كامل بحضور اهل الصحراء وحاضرين. كنجو اتفاقيه الخزيرات، رغم اجحافها المغرب فكان المغرب دائما هو المخاطب الوحيد مع المستعمر الاسباني والفرنسي. كنجو الاحداث بيعه مولاي عبد الحفيظ 1908. كنجو الاحداث 1907 اللي كان فيها اغتيال طبيب ماشان في الدار البيضاء. كنجو البناء، شركه بناء الدار البيضاء، كيف تعرفوا هذه الشركه فرنسيه قالها مراكش هي اللي تكلفت، هي اللي كانت كتبني الميناء ديال الدار البيضاء. ووقع انهم زازوا في مقبره اسلاميه، وكان الصحراء من اول من صار من صار من صار في هذه القضيه هذه. 43 شخصيه جات من الصحراء كامله مسلحه، لان الوثائق اللي كتدل على هذا الشيء كامل، ولان الرساله اللي ماشيين للسلاطين. دخول الاستعمار الفرنسي لمدينه وجده
هذه الأحداث كاملة عنا. والسبب الرئيسي من الأسباب، إذا ما قلت السبب الرئيسي، هي معركة النملان. إحنا غادي نجيو نتكلموا عليها. وكان تدويل مدينة مراكش، هذه أحداث كاملة في 1907 اللي كامل عدلوها وحاضرين فيها أهل الصحراء. وهذا كان اللي نجيو عليه ولا نناقشوا إذا بغيتوا في حلقة اللي نعطوا فيها مسائلنا ونوضحوا فيها الأمور كان باش تبان جلية. معركة النملان، هذه معركة النملان وقعت 1906 بمدينة كجوجت بقيادة الأمير مولاي إدريس بن عبد الرحمن. هذا الكل كيعرفها. شكون اللي كان مع هذا مولاي إدريس بن عبد الرحمن؟ جاوا من صويرة، قضوا في الطرفاية معهم اسمه توريس عبد الخالق، عبد الخالق باه عبد الخالق، لحقهم الطرفاية ورجع. كان معه بن عيش مولاي الحسن، كان معه الوزير العلوي المدني. وشكون وثق المعركة؟ وثق قاضي مراكش الحمراء محمد بن مبارك الغرفي والذي استشهد في ديك المعركة. هذا الشيء كل شيء كنت هنا كنت جاهله، هنا ما كان الناس ما تعرف هذه حقائق. وكاين تقارير فرنسية مثلا من الضابط الفرنسي غارني اللي بصفت للحاكم العام في سان لوي. هذا الشيء كل شيء تاريخنا. هذا التاريخ شكون صنعوا؟ صنعوا جدادنا، جدادنا صنعنا احنا هذه الصحراء. ولهذا احنا طرف هذه القضية. هذه كتجي لمعركة القليب، معركة القليب 1913، كنجو المعركة تواجهها 1924، هذا كامل صحراويين مغاربة اللي معدلينو. كنجو المعركة أم التونسي 1932، كيجي ملقى الحكامة 1934، ملقى الحكامة هذه فترة هدنة كانت إلى غاية ملقى 1934. اش كان بين ملقى الحكامة وجيش التحرير؟ كان نفي محمد الخامس 20 أغسطس 1953. تعرف عن من فهو محمد الخامس؟ أهل الصحراء علماءنا مرقوا فتوى، مرقوا فتوى عن مثلا تقصير الصلاة وعدم الاحتفال بالمناسبات بتاتا. كيفاش عاود هذه السياسي؟ هذه سابقة في المغرب كله. شو داروا؟ كانوا في من فهو محمد الخامس علماءنا أعطوا فتوى بتقصير الصلاة إلى أن يرجع المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه. هذه كانت هذا حقيقة. تقصير الصلاة وشنو هي الأخرى؟ وعدم الاحتفال بالمناسبات وبالعقيقات وهذا كامل. هذا كان في الصحراء. هناك وثائق اللي غادي نجيبوا الوثائق وتشوفوا هذا الشيء اللي كيدل على هذا الشيء. يعني أنتم في الصحراء من تنفى محمد الخامس علمائكم في الصحراء الغوا الاحتفالات. والله حزنا. وكاين مازال الناس اللي حية اليوم اللي كانت تقصر الصلاة. وما أكثرهم موجودين. كانت معارك جيش التحرير 1956 إلى عام 1960. هذه المعركة ديال جيش التحرير، شكون اللي بدا هذه المعركة؟ شكون؟ عندنا رسالة ديال محمد الخامس اللي مكتوبة يوم 10 جوان 1957 اللي موجهة للشركة الوحيدة آنذاك اللي هي الكبانية. هذه الكبانية الشركة اللي فيها أربعة العائلات، فيها الدرهم، فيها البعيدة، أهل المدني، أهل الرزمة، وأهل الرزمة. هذو أربعة العائلات، هذه هي اللي كانت الممول الرئيسي ديال جيش التحرير برمته. هاد الشركة هذه هي اللي عاقب ذاك تعتقلت. باش كان مكلفنا محمد الخامس الرسالة عندي، يمكن لي نخلي لك نسخة منها باش تبغى تنشرها تشوفها. شنو فيها؟ كيعطي أمر للكبانية للشركة في انتظار ان الدوله تقد تخلصوا معاك بداك داكشي كامل اللي زقلو من يتبع عمران من ارغان الى الكوارب. الكوارب راهي جنوب موريتانيا كامله. وفي الرساله يقول ادينوا الى قوات جيشنا باش تعطوهم في الاماكن بيعهم، اعطوهم الامان بيعكم، اعطوهم المسائل كامله اللي خاصتهم. هذا عدلوا الى الصحراء. واسبانيا جردتنا من اموالنا كامله، مليار و150 مليون ديك الساعه، و200 مليون فرنسية. هاد أصحاب الكبانية والله عقابا جردوهم اللي عندهم. شحال وحكموا عليهم ثلاثة بيهم بالإعدام. حكموا على فراجي ولد الرزمة، وحكموا على فيضول ولد الدرهم، وحكموا على الأمير أحمد ولد سيد أحمد العيد أمير أدرار. ثلاثة الإعدام. صور كاينة كل شيء كاين. علاش عدموهم؟ عدموهم لأنهم هما اللي كانوا كيمولوا الكبانية اللي كانت كتمول لك كامل، زيادة على 110 السجناء اللي تعتقلوا كلهم كانوا في فورتيفنتورا. هذا كامل، هذا التاريخ.
هذا تاريخ، هذا واضح. اليوم قضيتنا راعية في المحاكم الإسبانية، المحامي ديالنا خيل الروبليس وديال العائلة ديالنا معروف، رغم أن عندنا خيل الروبليس والاتفاقية ديال مدريد 75 عام 1993، دريس البصري كيخلص هذيك العادة، تصور مليار و200 و300 مليون عام 1957، كم هي اليوم؟ تخلصها المغرب؟ أعطاها الرسوم ولا أعطاها لشي حد ولا المهم 93 خرجات في حاد في حكومة قولوا لي كريم عمراني اكزاكت. هذه كم حق غادي نجوع عليها وغادي نجوع التفاصيل ان شاء الله فيما بعد باش نبينوا عن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب، احب من احب وكره من كره، وهذه حقيقه. ملي كتجي المعارك تقل 1957 هذه المعارك هذه اللي نرجعوا بعد المعركه بوجدور، معركه بوجدور تعتقلوا فيها 7 الاسرى، اعتقلهم الفرقه التاسعه ديال جيش التحرير برئاسه صالح الجزائري، واللي كان قائد المعركه هو الحسين ولد محمد الحسني اللي نقولوا حنا كنيتو سفر. تعتقلوا 7 ديال الاسرى اسبان منهم 2 ديال العلايات، اعتقلهم جيش التحرير زياده على ذخيره. وهذا ولا رجعتوا للكتاب ديال جيش التحرير ديال صالح الجزائري صالح بن عسو غادي تلقى التفاصيل ديال المعارك كلها. اللي حنا التاريخ ديالنا معمره ما كيهضر على هذا الشيء، هذا السؤال اللي كيطرح نفسه. وكانت المعركه ديال تقل اللي كان المعركه ديال تقل اللي الاسرى ديالها كانوا عدد كبير من هذه الصحراء مع اخوانهم من الخميسات، ونحاكموا كانوا محبوسين في سالوي. شكون المحامي ديالهم ديك الساعه؟ كان مختار ولدادة مع محامي فرنسي ثاني. 1957 1960 شكون طلق سراحهم؟ طلق سراحهم هذو المعركتين لا ديال بوجدور ولا ديال تقل، طلصهم محمد الخامس بدوك 7 ديال في بوجدور، 7 ديال المحابس طلص محمد الخامس، عطاونا هما 100 واش وثلاثه ديال الاعدام طلصوهم، وفي 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 سان لوي طلصوا لنا كامل. وهذو مازالوا واحد مازال حاضر ضريك عمر ودهنون في الداخل حالا من هاد الناس ديال تقل. باش نقول لك عن التاريخ كاين. عندي سؤال الصحراء، عندي سؤال ابو حسن اذا سمحتي لي سي حسن. تبعت المعطيات اللي تفضلت بها غنيه جدا ودسمه وكتبين يعني وجاهه وعداله القضيه المغربيه. سؤال واكيد وراه شف في الكلام ديالكم، انا بغيت نسلط عليه الضوء لاهميته، علاش حنا في التاريخ ما كنقراوش هذا الشيء؟ هذا هو التساؤل الكبير. هذا الشيء اللي كنقول لك من هذا التاريخ، إذا ما قلت لك 90 إلى 95% خارج الذاكرة الوطنية. وغنزيد شوف السي حسن، وغادي كما تيقولوا اسمح لي غادي نكؤوا شوية الجراح وغادي دابا هذا واقعنا. كاين واحد الفلسفة وأنه ما يمكنلكش تواجه بالخوة، خصك العمارة ياك. هذا ميل في الصحراء، ميل في كبير وطول 47 عام دابا وكلفتنا ما كلفت. دابا حنا عندنا هاد المعطيات التاريخيه، انا عندي 2 اشارات دابا سلبيين كيقلقوا مزيان. الا كان المغرب وعبر المغرب يعني على المستوى الرسمي انه النظاره اللي كيشوف بها العالم هي الصحراء، وقطع علاقاته ودخل في صراع، اعطيوني موقف من الصحراء الدوله المغربيه. ولكن كاين واحد 2 نقاطات ما كيتفهموش. الصحراء بهذا المنطق اولويه الاولويات وام القضايا الوطنيه، وحنا متفقين حكومه وشعبا ودوله ما عندناش مشكل، ولكن بالمقابل كاين اشياء تثير فضولنا ولا كتستفز عقولنا. الاولى كيفاش حنا عندنا المعركه الاولى بهذا المستوى وحنا كشعب كنعرفوا في الصحراء غير المسيره الخضراء مشى فيها 350 الف والصحراء راها مغربيه، ولكن ما مزودينش علميا دابا غير بهذه المعطيات. طلبة العلم وأسد جامعيين، خلينا دابا الشعب العادي ما عندوش هاد المعارك اللي عاوتي، علاش ما كتقراش في المناهج؟ هذا سؤال. علاش ما كاينش مسلسلات تاريخية على الصحراء في التلفازة؟ علاش على المستوى ما شبعناش ثقافيا حنا بما يكفي ما هي الخدمة؟ هذه واحد، هذه إشارة سلمية. الإشارة الثانية وشفنا مؤخرا واحد ما أنا كنت في عطلة مع كامل الأسف وقالبنا وهذا واقع، جنودنا المغاربة مشاو حاربوا الصحراء بقوا في الحبس 20 عام 25 عام. واحد شفت انا رجله مقطعه، كنت في العطله ومرضت وشفت مشاهد، وكان البوليس مساكن دوك اللي كاين في التيران راه ما لا حول ولا قوه، عا كينفذوا. وقيت
كيتعافروا معاهم واحد اللحظه ماشي. كيفاش حنا الصحراء النظاره اللي كنضروا منها العالم واولويه الاولويات وامه، ولكن ما كنكرموش جنودنا اللي دافعوا لنا 25 عام ضربوا الحبس ويجي يبقى يتقاتل على 1000 درهم تقاعد ولا مرتو وتاريخنا. انا بغيت تاريخنا هذا التاريخ اللي صنعوا اجدادنا وبيعاتهم اللي في رقابنا كاملين، وحنا ملزمون للدفاع والدود عن 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 عن, عن حياض وطننا. حنا ملكيون وغادي نبقاو ملكيون، والصحراء تاريخها كيف قلت لك اللي خارج الذاكره الوطنيه. هنا هو السؤال، اين هم الاكاديميون؟ لا ماديه لا سي حسان، دابا دابا النقطه ديال الجنود ديالنا، وتحيه للجيش المغربي الباسل وتحيه. دابا هاد الاستثمارات اللي كدير الدوله والسي القجع كوزير الميزانيه في الكره مزيان، الكره لها دورها الدبلوماسي وحنا ما كنبخصوش هاد المجهودات، ولكن انت كوزير ميزاني انت كاخروش كحكومه نقولوا توجه الدوله مزيان، انت كحكومه عندك الفلوس واش ما ترصتوش هاد المشكل ديال الجنود؟ عاد يجيو لينا الرباط وحنا في زمان ديال الفيسبوك، وتولي كتضعف القضيه الوطنيه وكتشكك الناس. عرفتي كنفرعوا قضيه الصحراء المغربيه، واش انا محتاج لواحد 20 عسكري يهبط لي الشارع وانا كنشري لاعب بشحال وشحال ديال السفاري نقلب على الملاعب اللاعب ونسافر لهاد فرنسا ونسافر لاسبانيا باش نجيب المواهب مزيان، وهذوك الجنود حقيقه شيء مؤسف، شيء مؤسف. هاد الناس خاصنا نصفهم، شحال يستحقون كل تشجيع. الناس اللي بلاو البلاء الحسن، الناس اللي ماتوا من اجل القضيه الوطنيه، الناس اللي خصنا نلتفتوا لهم. هذا واجب. وتصور دابا الجنود ديالنا الجيش الباسل اللي كنحييهم لهذ المناسبه، واش ما كيأثرش على معنوياته ملي كنشوف هو خوته المتقاعدين ولا الذين وقع لهم هذا الشيء؟ انا التساؤل اللي كنطرح مثلا في قضيه هذه المعلومات، كل شيء اللي سمعت منها ضريك، اين هم الاحزاب السياسيه من هذا؟ مع العلم اننا مشينا لكل الاحزاب السياسيه اعطيناهم فهرسه ديال المؤلفات ديال المعارك ديال 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 الظواهر ديال المعلومات اللي تعني الصحراء. مشينا للبرلمان بغرفتيه كذلك ولا حياه لمن تنادي. اسمح لي، هذا الشيء راه مسؤوليه ماشي مسؤوليه ديال سيدنا بعد ديالنا كلشي كمغاربه. صحيح خصنا نعاونوا سيدنا، خصنا نعاونوا بلادنا، خصنا نكونوا مسؤولين واحد شويه. الدوله المجهودات اللي دارت وهذا النماء اللي خلق في الصحراء تبارك الله راه ماهوش يتصور، هذا راه حلم ما يقع في الصحراء. المشاريع الكبرى اللي دارهم سيدنا الله ينصره دار في الدوله في العيون وفي الداخل. كاين مشاريع باينه، كاينه مشاريع ماشي مشاريع عملاقه في الصحراء، مشاريع مهمة جدا، مشاريع دارتها الدولة. ما يجي حد يتفطح علينا يقول أنا درتها، ما دارت حتى شي واحد شي حاجة. دارتها الدولة، دارتها الدولة، دارتها أموال جارية المكر أكثر من تقريبا ما يناهز 80 مليار ديال الدرهم. هذا الشيء الحمد لله اللي زين ومهم، ولكن وجب مراجعة الشأن المحلي، تسير هذا وهذه هي كارثتنا حنا في الأقاليم الجنوبية. وسوف لن أدخل في هذا الموضوع لان هذا الموضوع راني اللي دخلنا فيه غادي نمشيو لمسائل اخرى. واخا سي حسن نقول انا عندنا حنا مستعدين، سمعت والحمد لله الصحراء متشبته ببيعاتها مع ملوكها الاشاويس، متشبتين بها الى اخر رمق، وحنا اللي من المدافعين الاولين، وحنا كندافعوا على تاريخنا وهذا من حقنا. هذه الجزائر اللي خصها تفهم اليوم حان الوقت باش تضع النقاط على الحروف وكل يتحمل مسؤوليته. لا تسير الناس اللي كتسير، والدولة خصها كذلك تتحمل مسؤوليتها باش نزيدوا لقدام وندوزوا هذه المشاكل اللي هي مشاكل اضطرها خصها تسير. بركة سي حسن، محطتنا الأخيرة هو الزيارة المرتقبة ديال ديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، حديث أنه ممكن يكون هنا الاثنين. مهم زيارة مرتقبة، شنو هي الدلالات؟ لماذا الآن زيارة في هذا الوقت؟ وشنو هي الدلالات؟ واش كاين شي أنتم كتوقعوا زعما إيجابيا من هذه الزيارة للملف ديال الصحراء؟ اولا اسمح لي استسمح، وبغيت نقول تيجيك جو قلت جوجت. النقطه الثانيه طول عمره ابراهيم ولد هنون وليس عمر ولد هنون، ماشي مشكل ما في عظم، ماشي مشكل الله يطول عمره، راه مازال حي الحمد لله على قيد الحياه في الداخله، جزاك الله خيرا. واخا سي حسن بالنسبه للزياره ديال ديمستورا، ديمستورا كتجي في واحد الخضم ديال النهضه التنمويه وعمرانيه لم يشهد لها التاريخ في الصحراء. النهضه الحمد لله في الاقاليم الجنوبيه اللي كتعلق باوراش ملكيه، كيف قلت لك قبيل الدوله الحمد لله استثمرت في الصحراء ما يفوق 80 مليار ديال الدرهم. هذا رقم 80 كبير. مليار رقم كبير وكبير 80 مليار درهم. المعجزات اللي دارت في الصحراء
أنا كنسموها معجزات لأنه شيء حقيقة، شيء كيشرف، كيشرفنا كيشرف المغرب وكيشرف أي حد شاف هذا الوطن. كل بطالة وكل مشاكل، كل بطالة هذا كلام آخر، هذا تسيير ما هو موضوع نظري. أحزاب هذوك، هذوك الأحزاب والمسيرين، هذا كلام طويل وعريض. من يعني الدولة دارت شغلها، ولكن من اللي في الميدان محليا ما عرفش الدولة اللي عليها دارته. سيدنا ما مخصصنا، بلادنا ما مخصصنا من أي شيء. لو كنا كنستثمروا هذا الشيء اللي صفطات الدولة يخدموا فيه شركاتنا، احنا شركة الصحراء كامل تقصاو. هذا نقوله ونعاودها ونقولها، جهة واحدة هي اللي شغالة، أولادنا نقصاو، البطالة ما أكثرها. منطقة الحمد لله اللي عندها كوادرها وعندها الحمد لله طاقات هائلة وعندها، ولكن لا إله إلا الله. راك شدك النهار جبت لكم ميزانية، شفتوهم، شفتوا دل الاستنكار هذا شيء يدره الجميع على أي. إحنا ما عاديش ندخلوا في هذا الموضوع، وذاك نتكلموا عليه بعد. دابا إحنا في إطار تهيئة الزيارة ديال ديمستورة. إحنا الزيارة ديمستورة لا تهمونا في شيء، لبيت ربوني يحمي زيارة ديمستورة. احنا شخصيا ما كتهمناش في شيء. علاش؟ هذا مسار ديال الامم المتحده، البلاد كيقرر فيها سيدنا الله ينصره جلاله الملك، هو الامر، الكلمه الاولى والاخيره عن جلاله الملك. ديمستوره بالنسبه لنا متبع مسار اممي اللي سيدنا اللي يقول زيد ناقص. احنا بالنسبه لنا ما عندنا هذا القرارات وهذا الشيء اكبرهم جلاله الملك طبعا مع الشعب المغربي. لا علاش هذا الياس من التحكيم الدولي ولا من المسار الامي؟ واش باليكم بان هذه القوى العظمى غير كتستغلنا يعني في هذا المسار هذا؟ احنا متشبتين بتاريخنا، متشبتين بتاريخنا، بتاريخ اباتنا وتاريخ جدودنا، وهذه امانه كيف قلت لك قبيل، وبيعه فرقابينا لين تم ندافع عليها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. والمسائل الاخرى راه سيدنا كاين اللي يشوف اللي ظهر، بان اسمه يقولوا لي الحكم الذاتي مرحبا، ولسيدنا واسع النظر. هذه هي الحقيقة. ديمستورة راه يجي يشوف اللي بغى يشوف، احنا في أرضنا بخير وعلى خير. المغرب في الصحراء هي والصحراء في مغربها، في مغربها. ديمستورة يجي ولا يمشي لك، راه كاين الناس اللي يشوفوهم، الناس اللي غادي يشوف ذاك اللي بغى يشوف راه ولا يشوفو. احنا في بلادنا آمنين مطمئنين، وللكلام بقية. يعني ما عندكمش أن الزيارة ديالو ممكن تحلحل الملف، ولا يعني تزيد تقدر تخفف من هذا التوتر اللي كاين مع الجزائر، ولا ممكن تلعب شي دور يعني ديمستورة؟ أنا مرحبا. أنا كيف قلت لك قبيل، احنا متشبتين بتاريخنا ومتشبتين بيعاتنا اللي مع وطننا، لا ينتموا لا ندافع عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا هذا هو هذا بالنسبة لي. أما القضية ديال ديمستورة والأمم المتحدة راهي مساطير ماشية، احنا مقتنعين مغربية الصحراء، وعندنا ما نقولوا. من حين الوقت كلمتنا رانا قلناها، ما ولي وفتنا قلناها وقالوا أباتنا سابقا وقالوا جدودنا سابقا. حسن، نختم معك بواحد النقطة. كثير الفضلاء في المغرب، وخصوصا الناس اللي كاين في الجزائر وكاين في المغرب، ربما كتلاحظوا مؤخرا انتعاش واحد ثقافة الكراهية، مع كامل الأسف بدات كتغلغل وسط ما بين الشعبين المغربي والجزائري. ما كانش هادشي، ما كانش لعدد من الأسباب، والسبب الأساسي هو أن الشعب شحال هادي للجزائري المغربي ما كانش عنده فرص للتعبير. كانت الفرص ديال التعبير والمعرفة حكر عند السلطة. الدولة عندها التلفزة، عندها الراديو، عندها الجرائد ديالها، المعارضة عندها جرائد، كذلك في الجزائر. اليوم أمام هذا الفيسبوك اللي ولا متاح لاي واحد، وما بقاش شي واحد يمارس تكشي فيسبوك وتيكتب وتيخلق التوجه اللي بغى الوطني ولكن مع هذا الفيسبوك والإساءة الاستعمال ديالو، ربما تابعته بعض المرات كيوصل لمستوى ديال الشحن وعبارات والكراهيه. وغريب داك الشيء، كتلقى مثلا الجزائر، فرنسا والمانيا يعني عقود من الحرب والدماء، واليوم هما في الاتحاد الاوروبي والعمله واحده وقوه. فرنسا مع اسبانيا واحد، باكستان مع الهند. حنا اليوم هاد كيفاش، انا بغيتك شي كلمه نختم بها، كيف كيبان لك الثقافه الكراهيه اللي انت عايش دابا؟ وعلاش حنا مسلمين وعرب وامازيغ كنقولوا خير امه اخرجت للناس؟ حتى دابا الغريب عندنا ثقافه الحنايا، انصر اخاك والاسلام، ولكن ما اظهرناه من عداوه لم تظهر ما بين اللي كنعتبرهم حنا بلغتنا هذوك راه النصارى هذوك. حنا بنا كيفاش؟ كلامك صحيح، كلامك صحيح. وهذا حرام. نحن مسلمين خوت، ما بيننا وبين الجزائر ما هو الخير والاحسان، ولا بيننا وبين ليبيا ما هو الخير والاحسان، ولا بيننا وبين موريتانيا ما هو الخير والاحسان، وتونس كذلك. علاش نسعى وكيف سعوا اباتنا وكيف سعوا ملوكنا
والرؤساء ديال المغرب العربي ان نحرك المغرب العربي، يرجع المغرب العربي، وهذا هو هذا هو الحل ديال هذه المنطقه. المغرب العربي الامازيغي، المغرب العربي الامازيغي ولا يسموه اللي بغينا، ولا لا حيت كاين البعض هذه الكلمه باش الامازيغي اظن هو هو المستقبل، هو الحل. والله يهدي الحكام، يجمع على كلمه واحده، كلمه الله وكلمه الحق وكلمه التاخي والتراضي. كتظن مع هذه الجماعه الحاكمه في الجزائر يقدر يهديها الله شي نهار؟ واش كيبان؟ الله يهديهم، الله يهديهم. لكن امل ان شاء الله دائما الامل، كاين انسان عمره ما يفقد الامل. واش حنا محتاجين شي واش هذه العلاقه محتاجه شي وساطه؟ واش كاين امكانيه زعما ديال يهديهم الله، او الافق هو الحرب؟ حنا الحرب، تعرف فلسفه الحرب، احنا نعرفوا فلسفه الحرب شنو، نعرفوا الابعاد ديال الحرب شنو، نعرفوا اللي يمكن تمخض على ديك الحرب شنو. حنا ندعو الى السلم وندعو الى السلام. كيف قال سيدي شكون اللي غيضر الحرب؟ كيف قال جلاله الملك؟ غتضر الشعبين. الحرب ما فيها خير ولا قد كان فيها خير، لا منتصر ولا ابدا، عمره ما فيها منتصر ولا منهزم. كلشي كلشي منهزمين في الحقيقه، المنتصر ما كاينش. اليوم يد المغرب ممدوده، جلاله الملك مفاتيح في خطاباته وفي كيدعي لهذا. حنا نتمناو من الله ونطلبوا مولانا ان الله يجمع الشمل، اللهم امين، ويحلب بالزيت الرحمه، وهذا هو اللهم امين. هذا هو المنتهى، هو الهدف. سي حسن قضاياك فين وصلت؟ الامور ماشيه الحمد لله وبخير وعلى خير، ولي البيت ربنا يحميه الحمد لله، يجعل الله خير. اللهم امين، اللهم امين. سي حسن كنشكرك. سي حسن الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا. مازال نتلاقاو عاوتاني مع اعتقادنا دائما في الله، في وطننا وفي ملكنا الله ينصر ان شاء الله. شكرا. الله يهدي جيراننا. أمين. أمين. الله يرحم هاد الفقيدين. تمام. الله يفرج على السجين والله يصبر داوي، نتقدموا بالتعازي للضحايا. الله يرحمهم ساري. الله يرحم دوك التركه ووسع عليهم، ورانا المواساه والتعازي لعائلته. شكرا. والمغاربه جماعه. شكرا سي حسن، شكرا سي حسن. بهذا متتبعات ومتبعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه، نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء.